بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في وصايا، وهذه وصية غالية تتعلق بحالة، حالة نفسية وليست حالة سلوكية، وإن كان يرتبط بها السلوك، وهي حالة الغضب. والغضب هي حالة قلبية، وقيل أن الغضب منه محمود ومنه مذموم. والغضب سلاح ذو حدين، ممكن أنا أغضب في موضع لا يصلح فيه الغضب، وقد أتساهل في موضع يصلح فيه الغضب. طيب، الضابط أو المعيار هو غضب النبي عليه الصلاة والسلام، متى كان يغضب ومتى كان لا يغضب. كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت المحارم، فقط في قضية الدين يغضب، أما سوى ذلك لا يغضب البتة. الغضب يا جماعة يفرق المجتمع ويجمع المتفرق، ويحرك الساكن ويسكن المتحرك. الغضب هو حالة انفعالية، هل لها آثار اجتماعية؟ هل لها آثار نفسية؟ هل لها آثار جسدية أو طبية؟ نعم، الغضب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني يا رسول الله، عطني وصية. وعادة النبي لما يأتي واحد ينظر إلى أحواله، أول شيء لما يقول أوصني يا رسول الله ينظر إلى أحواله، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجل شديد الغضب، فقال له: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول الله في غيره؟ أنا ما أقدر. قال: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول الله، يعني في غيره؟ قال: لا تغضب. ليه؟ لأن الغضب هو منشأ الجرائم والمشاكل، كل ما في العالم وكل ما في الوجود من مشاكل ومن عداوات، من إساءات، من جرائم بسبب الغضب. إبليس الرجيم غضب على آدم عليه السلام فلم يسجد له، فكانت النتيجة أن طرده الله من الجنة. عرفتم الغضب وين يودي؟ الغضب يودي إلى الجنون، الغضب يودي إلى المستشفيات، الغضب يودي إلى القبور، الغضب يودي إلى جهنم. الغضب، لكن لما يكون غضب محمود، وأنا أستغرب، يعني أغلب غضبنا غير محمود، أقول لكم ياها بكل صراحة، أغلب غضبنا غير محمود. ما هو الغضب المحمود؟ لما تشاهد شيء خطأ تغضب عليه، ولكن باتزان، ما وليس بطريقة جنونية أو بانفعال أو بصراخ أو بسب أو شتم أو هذا غضب ليس بغضب، هذا جنون. يظن البعض أنه والله لما يصل إلى حالة الغضب لا، هذا فقد عقله. فتكون متزن يعني في كل شؤون حياتك، أنت لو التزمت جانب الهدوء ولم تغضب فأنت في أمان إن شاء الله بإذن الرحمن. ذلك رجل، أو أغلب اللي يصير حالات الطلاق يقولك حالة في حالة غضب. نعم، الغضب في حالة الطلاق ثلاث أنواع. خلي أقول لكم، النبي نعم قال: لا طلاق في إغلاق، أي لما يغلق على الإنسان يقفل، ما عاد يميز، ما عاد يملك نفسه ولا عاد يملك سلوكه، تمام؟ في هذه الحال قال: لا طلاق في إغلاق، أي لا طلاق محسوب لما يغلق على الإنسان، يغلق عليه أي قفل. لكن أنواع الغضب بالنسبة للطلاق ثلاثة. النوع الأول، إنسان يغضب على الزوجة، غضب بس لكن هادي، ما في شيء، زعل: ليش عملت كذي وكذا، قالت يطالق، وهذا محسوب مع أنه في حالة غضب. النوع الثاني، الغضب الذي فيه ردة فعل وسب وشتم وكذا، ولكنه يملك نفسه، يعني يملك كلامه ويملك انفعالاته، يملك نفسه وطلق بعد ما زعل: وانت فعلتك، وانت تركتك، وانت فعلتي، وانت عملتي، انت طالق. هذا محسوب لانه يملك نفسه. احنا دائما نقول هذا كما قال اهل الشريعة، ان العقل مناط التكليف، العقل هو اللي عليه التكليف، ما في عقل ما في تكليف. عقل ناقص كالاطفال، ها، ما بعد ما بلغ، هذا ما في تكليف. غياب العقل اثناء النوم بسبب مثلا غيبوبة او شيء، ما في تكليف. المجنون ما في عقل ما في تكليف. إذن العقل هو مناط التكليف، هو سبب التكليف. فإذن
لما يكون الإنسان في حالة لا والله يملك نفسه فإذا محسوب عليه. هذا النوع الثاني هو نوع الغضب ولكنه إيش يملك نفسه. النوع الثالث هو اللي معفو عنه إذا وصل إلى حالة غضب أغلق عليه، يعني بحيث أنه لا يملك نفسه، لا يملك نفسه ولا كلامه ولا ونطق بالطلاق، فهذا لا يحسب البتة، لا يحسب، لأنه في حالة انفعال أخرجت الرجل أو الزوج عن حالة اتخاذ القرار، ومن هنا غاب العقل فجأة أو لحظيا، فهنا غاب معه التكليف والمحاسبة، فإذا العقل هو مناط التكليف. هذا الغضب. فالمسلم القوي، الإنسان القوي من هو؟ تظنون من هو القوي؟ ليس القوي اللي يضرب الناس، وليس القوي صاحب العضلات والمجسم، وليس القوي اللي يملك المال، وليس القوي اللي عنده منصب، ليس القوي صاحب رتبة العالم، لا هذا مو قوي. هذا قوي يعني، لكن القوي الصحيح هو اللي يملك انفعالاته، يملك تصرفاته، يملك نفسه. إذا أنت ما تملك نفسك كيف تملك الناس؟ إذا أنت ما تسيطر على نفسك كيف تسيطر على الناس؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معنى هالكلام أنه ليس الشديد بالاندفاع اللي يندفع على الناس ويضربهم، وإنما الشديد هو اللي بالامتناع، هو اللي يمنع نفسه عند الغضب. ثم كيف أنا أعالج هذا الغضب؟ أولاً أعالج هذا الغضب أولاً بالدعاء، أدعو الله أن يعني يجعلني أسيطر على نفسي. الأمر الثاني بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد غضبان وأحمرت أوداجه، فقال والله أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر الله يا جماعة، ذكر الله. يعني أيضا الثالث أنك تتحاشى الموضع اللي فيه يعني اللي فيه عندك الغضب. الغضب وين فيه؟ الغضب في القلب، لكن الأثر وين يطلع؟ الأثر يطلع في الوجه، ويطلع في السلوك، ويطلع في إذن الغضب مثل الغوري أو يعني الإناء لما يكون في ماء ويسخن، فالموقد تحت ويسخن تحت، لكن الفقاعات والتفاعلات تكون على السطح، وهكذا فالانفعال يكون بالقلب داخل، ولكن الأثر ما يطلع هني نوع أو احمرار، إنما يظهر الاحمرار على الوجه والأثر على الوجه والعين وغير هذا كله هي للتغيرات. فإنسان لما يغضب يفقد عقله، يفقد تصرفاته، يفقد أشياء كثيرة. فكيف أسوي؟ أغير المكان اللي أنا فيه وأتوضأ. أنا واحد يقول لي غضبت من زوجتي وأريد أطلقها، إيش أعمل؟ فتذكرت الوضوء، الوضوء علاج للغضب، فذهبت وتوضأت وغسلت ديني وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي والدين، وبعدين مسحت راسي وغسلت رجلي. والله ما وصلت إلى رجل إلا أنا خلاص ما عاد بيطلقها، راح عني الغضب كله، لأن الماء يطفئ الغضب أو الوضوء يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار. فالغضب يعني جبرة من نار جهنم، فابتعد عن الغضب. كذلك إذا كان كنت واقف اجلس، هذا تغيير الموضع. لما واحد يزعلون يضاربون تقول له هدوا هدوا اجلسوا قعدوا، هذا تغيير الموضع يكسر الغضب. إذا كان جالس وشعر بالغضب فيضطجع. إذا كنت في مكان وشعرت أنك والله تتعرض إلى موجة من الانفعالات وموجة من الـ يعني استفزازات، اطلع من المكان، لا تجلس مع اللي يغضبون راح تكون مثلهم، إنما اجلس مع الهادين. ثم الإنسان يتذكر يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي للناس اللي يقدرون واللي هادين والحبيبين والوديعين، أما الإنسان اللي يغضب فيضيع عليه، يضيع عليه أشياء كثيرة. فما يعني أول ما يضيع إيش؟ صحته، صحته كثير من الجلطات والأمراض هي بسبب إيش؟ بسبب الانفعالات، بسبب الغضب. ولهذا بعض الناس اللي فيهم ضغط واللي فيهم سكر لما يغضب يرتفع عليه، لما يرتفع يضرب عنده، إما سكتة دماغية عسى الله يحفظنا وياكم، وإما سكتة إيش قلبية، وإما جلطة، وإما شلل نصفي، يعني هذا كله ما يسوى عليك. ويغضب، ولا تغضب على أشياء بسيطة، على فلوس ضاعت ولا على شيء ضاع أو شيء ما حصل، لا، إنما اغضب على شيء يسوى وشيء طيب. عود نفسك، مرن نفسك على الهدوء، راح تتدرب على الهدوء. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.